يلا بينا نعمل أحلى بانكيكس. بصوا يعني خطيرة، وصفة ملهاش حل. عشان نعمل العجينة هنحتاج 3 بيضات، ونحط عليهم كيس فانيليا ونضربهم كويس، وننزل بكوباية وربع من اللبن الحليب ونكمل ضرب. في طبق تاني 2 كوباية دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، و3 معالق سكر، ونقلب الخليط ده على الخليط ده. وكده عجينة البانكيكس ده سمكها. تقدري تحتفظي بالعجينة دي في التلاجة لمدة 3 أيام، تعملي منها مفيش مشكلة على الفطار أو العشاء. وطاسة سخنة على نار هادية خالص، تكون مدهونة زيت، ونمسح الزيت كده بمنديل، وننزل بعجينة البانكيكس. أول ما نلاقي على الوش ظهر فقاقيع بالشكل ده، ده معناه إن احنا بقى نقلبها الناحية التانية. بصوا اتنفخت ازاي، البيكنج باودر عاملها سمك تحفة خطيرة. طبعا بيكنج باودر والبيض، بصوا تجنن، وسهله جدا. نقدر ناكلها حادقه، نحط لها جبنه ونحط لها زيتون، او ناكلها مع مربى وزبادي او العسل الابيض. طبعا خطيره، جربوها هتعجبكم جدا.